وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في يا هلا. وننطلق من أخبار المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها، ولكن في الصحافة السعودية تحديدا. أعلنت وزارة التربية والتعليم الموافقة على تثبيت موظفي البنود والمعلمات البديلات ومعلمي ومعلمات نحو الأمية بعد الانتهاء من تقييمهن من وزارة الخدمة المدنية. وأبلغ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح عبد العزيز الحمادي أن العمل جار حيال استحداث الوظائف الشاغرة بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرا إلى أن الموافقة على تثبيتهم يمكنهم الاستعلام من خلال الرابط الإلكتروني. تعكف وزارة الإسكان على تصميم 10 مواقع جديدة للإسكان في مختلف مناطق المملكة. وفق ما كشف المشرف العام على وكالة التخطيط والدراسات بالوزارة المهندس عباس هادي، وقال إن الوزارة بصدد تصميم 10 مواقع جديدة سيبدأ تنفيذها خلال العام الجاري، في حين تعمل على تنفيذ 47 مشروعا سكنيا. وأوضح أن عدد الشركات التي تنفذ المشاريع يبلغ 46 شركة، واحدة منها فقط أجنبية. أكدت مصادر حقوقية وأهلية بمحافظة القطيف احتجاز أب لابنته مدة تزيد عن 18 عاما لأسباب مجهولة حرمها خلالها من الدراسة ومن الحياة بشكل طبيعي. وعلمت اليوم من مصادرها بأن جميع أفراد أسرتها وأقاربها وجيرانها على علم بالواقعة طوال هذه المدة، وتكشفت حقيقتها عندما تعرضت الفتاة لعنف أسري منذ كان عمرها 16 عاما. وذكرت المصادر أن الفتاة تبلغ من العمر 36 عاما تعيش حالة نفسية مزرية جراء احتجازها، لافتين إلى أن عقابها مستمر حتى الآن، مطالبين بأهمية تدخل الجهات الحقوقية والأمنية. رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية السماح بتعدد الأدوار في عدد من المخططات والأحياء بمكة المكرمة. وكشفت مصادر مطلعة أن أمانة العاصمة المقدسة تلقت خطابا بعدم موافقة الوزارة على الدراسة التي كانت رفعتها بهدف زيادة أدوار البناء في بعض مخططات وأحياء مكة المكرمة لحل أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن الأهالي كانوا يعولون على الموافقة بالشدة من أجل الحد من التمدد الأفقي الذي يمثل عبئا على الخدمات والجهات الأمنية. حررت شرطة منطقة حائر راعي أغنام احتجزه كفيله السعودي منذ 15 عاما وسط النفوذ جنوب غرب حائل، ولم يصرف له طيلة 15 عاما إلا 800 ريال ومنعه من السفر. وذكر العامل المحتجز الذي أبلغ عن حالته شاب تعرف عليه بأنه قدم إلى مدينة حائل من الهند بعد زواجه ليبحث عن لقمة العيش، وكان يعمل طيلة تلك الأعوام في منطقة بعيدة ومعزولة، إضافة إلى معاملته بطريقة سيئة بالإهانة وحرمانه من الاتصال بأهله خارج البلاد. ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن وفريق برنامج يا هلا من الصحافة السعودية تحديدا، نتابع. المقال الأكثر قراءة في جريدة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان إلى متى جلد الذات، عن سياحة السعوديين حول العالم وما يثار من تعليقات حول أرقامها. يكتب الشيحي قائلا: حينما نتحدث عن السياحة يجب أن ندرك أننا لسنا وحدنا السياح في هذا العالم، السياح في كل مكان. ويتابع الكاتب: على الرغم من المانع يوجد السعوديين في تايلاند، لكنهم ليسوا وحدهم، هناك الكويتيون في كل زوايا بانكوك، في مراكش المغربية يخيل إليك أنها ما تزال ترزح تحت الاحتلال الفرنسي لكثرة السياح الفرنسيين، في دبي يتناسى بعضهم الكم الهائل من الأوروبيين، أولئك الذين يملؤون فنادقها على مدار العام ولا يتذكرون سوى أعدادنا فيها. ويختم الشيحي قائلا: إن الناس مجبولة على حب الجديد والاكتشاف والمغامرة، السياحة ليست لها علاقة بحب الوطن أو المكان، من حق الإنسان المقتدر أن يسافر يكتشف العالم يكتسب المعرفة ويطلع على عادات الشعوب، دعونا من جلد الذات أرجوكم، وأتذكروا اليوم لسنا الرقم الأكبر في إحصاءات السياحة العالمية، وأتذكروا دائما نحن شعب كغيرنا من شعوب العالم.
المقال الأكثر تعليقا في جريدة اليوم للكاتب محمد العصيمي بعنوان المتحرشون جنسيا في قبضة القانون، عن قانون التحرش الجنسي الذي سيرفع من قبل مجلس الشورى إلى المقام السامي. يكتب العصيمي قائلا: أخيرا سيكون لدينا قانون يحد من التحرش الجنسي ويضبط تصرفات المتحرشين الذين مضى على قلة أدبهم ردحا من الزمن. ويتابع الكاتب: من المهم بمناسبة قرب صدور هذا القانون أن نعترف بأننا لسنا ذلك المجتمع الملائكي الذي تسيره طهارته ونقاوة أفراده، ولذلك فأن كوننا مجتمعا مسلما لا يعني أن نكون بلا قوانين ضابطة لسلوكياتنا وتصرفاتنا. لقد حان الوقت لأن نكف عن هذا الترفع المزعوم، عن ضرورة سن القوانين التي تحفظ للناس حقوقهم وتجنبهم مغبات الاستهتار بهذه الحقوق الإنسانية والشخصية. ويبقى الأهم بالنسبة للكاتب ألا يكون مصير قانون التحرش الجنسي بعد صدوره أدرج المسؤولين المعنيين بتطبيقه. هذا القانون المنتظر يجب أن يراه الناس حياً يمشي على قدمين في الأسواق وأماكن العمل والشوارع. وجاء التعليق الأبرز من قارئ أطلق على نفسه اسم الزئبق وأرسل: التحرش سببه العزل، أصبح الناس متوحشين، والعزل يشبه الفصل العنصري وهو كارثة تلحق بالمجتمع، ولا علاج له إلا أن نعيش كما تعيش أمم الكون. قد تحدث بعض الأحداث في البداية، ولكن مع الزمن سوف يكون الأمر من المألوف، ولن تجد في مجتمعنا متوحشا أو متحرشا، القانون سوف يحد منها، ومن لم تعلمه الكرامة يؤدبه الهوان. اختيار يا هلا لمقال من جريدة عكاظ للكاتب خالد سليمان بعنوان عجبكم ولا طلعت بفلوسي برا. عندما يقرأ الأرقام المالية والتقارير الاقتصادية والأخبار الاستثمارية والتصريحات الإيجابية التي تنشرها الصحف، يتساءل الكاتب أين انعكاس ذلك على معدلات البطالة. فمثل هذه المؤشرات الإيجابية كافية لتوفير فرص العمل لكل مواطن والقضاء على البطالة تماما، لكنه سرعان ما يعود إلى واقعية الحال عندما يتأمل مفهوم العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، فهو مجرد وسيلة لجني الأرباح وتكوين الثروات دون الإيمان بأي علاقة تكاملية. ويتابع الكاتب قائلا: سألت مستثمرا كبيرا يملك مصنعا لا يعمل فيه أي سعودي سوى بعض أولاده عما قدمه للمجتمع، فأجاب ببرود: أعجبكم وإلا طلعت بفلوسي برا. حينها تذكرت موقف المرحوم غازي القصيبي وندمت على معاتبتي له عندما قال لرجال الأعمال المعترضين على سياسته في تطبيق السعودة وتضييق مجال استخدام الأجانب حين هددوا بنقل استثماراتهم للخارج إنه مستعد لتوصيل المغادرين إلى المطار بنفسه. ويختم سليمان قائلا: من اللافت للنظر الأعداد الكبيرة من المواطنين السعوديين الذين يتهافتون على السفر إلى مدينة دبي. ونبقى في المملكة العربية السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. ستة مليون ريال حجم دعم بنك التسليف للمشاريع الصغيرة، 1,180,000 ريال غرامة تشغيل 118 متسللا في مشروع المدينة الطبية، 34,000 عدد زوار مهرجان الربيع الذين رفضوا مغادرة موقع المهرجان بسبب المطر، 40% نسبة تراجع السعودة في قطاع الذهب والمجوهرات. فاصل ونعود لكم بعد قليل. مجالس الشورى والبلدي ومراكز الأحياء تحت المجهر الشعبي، والأزمات تكشف الرضا والغضب على أعمالها. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. تلاحق الأسئلة مجالس الشورى والمجلس البلدي ومراكز الأحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتطرح الإجابات المختلفة، ما بين الرضا وكثير من الغضب على أعمالها من جانب المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بمعيشتهم وشؤون حياتهم العامة والخاصة. وتشتعل فتيل هذه الأسئلة دائما عند ظهور الأزمات، ليبدأ التقييم الشعبي من جديد من ناحية الإنجاز والإخفاق ومدى تحمل هذه الجهات المسؤولية في الوقوف على المشكلات وتقديم الحلول المناسبة لها بأسرع وقت. ف
فما هو مستوى الرضا والغضب على كل هذه المجالس؟ وما هو مستوى الإنجاز والإخفاق في أعمالها؟ وكيف يرى المواطنين والمراقبون أو المواطنين والمراقبون نشاط أعضائها حتى الآن؟ وأين يكمن الخلل؟ وكيف يمكن طبعا إصلاح هذا الخلل؟ وهل أضافت أو هل هذه المجالس قدمت شيء، أضافت شيء لحياة المواطن السعودي؟ وطبعا لما نقول مواطن يعني المواطن والمواطنة. خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمحمد الحبيب ثم نعود للنقاش. ناقش مجلس الشورى 450 قرار خلال الدورة الماضية، إلا أن بعض هذه القرارات لم تحز على رضا المواطن بحجة أنها لم تكن في صالحه، آخرها قرار بدل السكن الذي أثار ضجة إعلامية بين المواطنين. بات لمجلس الشورى منتقدين كثر، فرغم عمله الدؤوب في المشاكل منها توصية زيادة رحلات الخطوط السعودية وآخرها بدل السكن، يضج الشارع السعودي بكثرة التوصيات دون حلول. أنا ودي أطرح السؤال إلى سؤال، معلش، هل في مجلس الشورى عندنا؟ ما في مجلس الشورى، أنا أشوف خبة مشوت ودخول وخروج، ولا في مجلس الشورى ولا في شيء. مجلس الشورى إذا ما هو حقيقة ينقل معاناة المواطن بكل حقيقة، هذا ما نعتبر مجلس الشورى. إحنا نعتبر مجلس الشورى صوري، والله لا في مجلس الشورى ولا شيء، نقعد نضحك على أنفسنا نقول في مجلس الشورى، حقيقة ما في مجلس الشورى. يعني لا سيء ولا لا إيجابي ولا سلبي عندي من ناحيتي. ممكن بعض الأمور يعني مقصر فيها، مثل عندك الرواتب، مثلا المهندسين، مثلا عندك الكادر الهندسي، وفي أكثر من شيء. والله ما أعتقد أنه جيد، لأنه لا يناسب أول شيء يعني طموحات الشعب، لأنه في بطء أول شيء في طرح المواضيع المهمة. النقطة الثانية من غير جدوى، يعني ما في فائدة. قرارات مجلس الشورى دائما ما تجد حتفها في الأدراج كما يقول البعض، إضافة إلى صمت الأعضاء واختفائهم، بل واختفاء أغلب القضايا عن الإعلام والبعد عن الاتصال بالمجتمع بشكل وثيق، خصوصا بأخذ طابع عدم الاهتمام بما يشغل المجتمع. القرارات التي تلامس حياة المواطن مباشرة ومعيشته وظروفه، يعلم الله أنها هم الجميع، والله أنها هم جميع أفراد أو أعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم رئيس المجلس وجميع المسؤولين فيه. ما هناك قرار يخدم المواطن ويكون في مصلحته إلا ويتبناه المجلس. لكن أرجو أن يكون هناك وعي، بعض القرارات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، يا أمانة يعني صدق. والله لو قرر المجلس ما صدر من توصية من اللجنة التي مثلا أشارت إلى أنه يصرف راتب 3 أشهر للمواطن، أتوقع يعني للموظف الحكومي 3 أشهر، أتوقع أنه سينقلب الأمر على المجلس فيما بعد بالدعاء عليه لماذا أقرت هذه التوصية. ورغم ذلك يبقى لمجلس الشورى طابع التصويت الذي لا يكون ملزما، بل ربما تفندها سياسة وزارة ما على حسب مصلحتها. وحتى بوجود نظام محاسبة لوزير معين، فهذا على حد قول البعض لا يتجاوز طرح الأسئلة. الوزارة، كل وزارة مكلفة بموجب نظامها بمهام، وعليها أن تحقق أهداف، وهي تسعى إلى ذلك، ويعني مكلفة في النهاية بإعداد تقرير تقابل، يعني توضح في هذا التقرير ما حققته من أهداف وما يعني واجهها من صعوبات ويعني عقبات. يأتي دور المجلس الآن بأننا عندما ندرس تقرير هذه الوزارة نطلب الإخوة في هذه الوزارة من وكيل الوزارة فما دون في اللجنة، نستوضح منهم عن أسباب وعوائق يعني منعت الوزارة من أدائها لواجباتها، وما تتطلع إليه من أيضا من مشاريع ومن يعني إنجازات تتمنى أن تسهل لها الإجراءات، فكذلك نستوضح منها وندعمها في أن تصل إلى تحقق هذه الأهداف. وكذلك أيضا إذا وجدنا هناك تقصير في اللجنة أيضا تسائل هذه الوزارة، تسائل هؤلاء المسؤولين لماذا كان هناك تقصير في هذا الجانب وما السبب، ومن ثم تعالج هذه القضايا في شكل توصيات تقدمها إلى المجلس فيما بعد.
وحتى مع اتصال مجلس الشورى بالجهات الأخرى كالوزارات والبلديات، فإن العمل يبقى مرهونا بتنفيذ تلك الجهات، فكثير منها ما زال لا يناسب طموحات الرأي العام الذي يتمنى بأن يحظى بالاهتمام الكامل. سمعت بوزارة التخطيط؟ لا ما قد سمعت فيها. عمرك سمعت بوزارة التخطيط؟ وزارة التخطيط؟ لا والله ما سمعت. بلديات يعني في حرص على تطبيق الأنظمة، ولكن لسه يعني يحتاج تطوير الأعمال، تطوير التخطيط يعني لذو الجدوى يعني المناسب يعني. فالمواطن يتذمر دائما من سوء التخطيط وسوء التعامل معه وشكواه، إضافة إلى ضعف الرقابة على المشاريع وعلى الخدمات التي تقدم للمواطن في مختلف الأحياء في الرياض وغيرها التي لا توجد أرقام لمدى المخالفات فيها، وهو ما يجعل الأسئلة تدور دائما: لماذا هذا الانفصال الكلي لكل جهة عن الأخرى وكأنهم دول مستقلة رغم أنهم يكملون بعضهم البعض؟ محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. شكرا محمد. طبعا راح نشوف تغريدات المغردات والمغردين على تويتر. أيضا أدعو كل مسؤول في الدولة أن يعني يهتم بالآراء اللي ذكرت في التقرير، وأيضا في الآراء اللي راح تظهر تباعا بعد قليل في أسفل الشاشة، واللي هي يعني بدأت الآن. هذه أصوات نحترمها ونقدرها. يعني هذا كلام الناس. شوف الناس يقولون هذا هو. أتمنى يعني الاهتمام به، وأشكر كل الحقيقة من يغرد. طبعا نحن على هاشتاج يا هلا شو. لمناقش هذا الموضوع يسرنا نرحب من استديوهاتنا في الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ حمد الباهلي، وتنضم لنا من استديوهاتنا في جدة الخبيرة في الأعمال التطوعية والشؤون الخيرية الأستاذة ندى حماد. أهلا وسهلا بك أستاذ ندى. أعود لك أستاذ حمد، شكرا لحضورك في استديوهاتنا طبعا هناك في الرياض. أولا أبغى تعلق على الآراء اللي انقالت، ولكن الحقيقة حبيبنا وصديقنا وكاتبنا اللي كلكم في السعودية وفي إن شاء الله في الخليج إن شاء الله في العالم مستقبلا تحبونه لأنه ينقل همومكم، خلف الحربي في عكاظ يتساءل في مقاله المنشور في 3 يونيو 2011، لماذا يرفض مجلس الشورى المبادرات التي فيها فائدة مالية للمواطنين مثل ما حدث خلال مناقشة مكافأة العاطلين، بينما يتحمس أعضاؤه ويصوتون بالأغلبية الساحقة إذا كانت المسألة فيها غرامات مالية؟ هل ترى أن المجلس هكذا أم تختلف مع خلف الحربي؟ وأيضا يعني أليست معادلتنا معكوسة إذا قارنا أنفسنا عالميا؟ يعني مثلا البرلمانات هي صوت الشعب وتطالب بحقوقه، وأحيانا اللي يعترض على القرارات يكون المجلس الوزراء والحكومة المشكلة في ذلك الوقت. احنا لا، يعني مثلا صوتوا منع العاطلين جاء الملك يعني اطال الله في عمره الملك عبد الله، لانه رجل يعني لإرادة الملك عبد الله تبغى الناس كلهم يكونون بخير، فقرر انه يكون في إعانة. يعني الدولة اكرم من الاعضاء، يعني ليست يعني شيء عكسي، اما انه برضو تدخل في ما يسمى بالخصوصية السعودية. مرحبا، ترى انا ما اسمع الصوت كثير استاذ حمد. ما سمعتني؟ ممكن اتحدث استاذ حمد؟ سمعتني؟ لا بس سامعك. ممكن اتحدث؟ نعم نعم. سمعت سؤالي؟ تفضل الاجابه. نعم نعم نعم. انا فهمت السؤال الاساسي هو عن يعني سؤال البرنامج كان، وحسب ما وصلني انه ليش فيه مواطنين غير راضين أو يعني غير راضين عن أداء المجلس. لا مجلس خل سؤال البرنامج. أنت سمعتني الآن قبل شوي ولا لا؟ عشان بس نصلح الصوت إذا ما هو مضبوط. نعم نعم. طيب تفضل. بس قصر الصوت شوي. قصر الصوت. طيب وطوا على الصوت شوي يا شباب. أيوة. تفضل تفضل السلام. الحقيقة في هناك مدخل لمجلس الشورى الحالي، ولو أنه قديم شوي، ورأي الناس حول مجلس الشورى، وليش الناس غير راضين فيما يبدو
على مجلس الشورى. هذه واقعة في عدم رضا على مجلس الشورى. وأنا فقط بقرأ شيء مختصر جدا صدر قبل 53 سنة حول مجلس الشورى، حول رأي الناس فيه. مجلس الشورى تراه بدأ من 88 سنة في السعودية، ولكن توقف فترات معينة إلى أن عاد إلى شيء شبيه في سنة 53 عندما أنشئ مجلس الوزراء، ولم يعد لديه أي صلاحيات لا تشريعية ولا أي شيء، إلى أن وصلنا إلى المجلس الحالي في 1412 على عهد جلالة الملك فهد. المهم في صحيفة القصيم 1959 نقرأ ما يلي: دار في الأيام الأخيرة جدل حول مجلس الشورى، المواطنين لديهم أحاسيس منها المعتدل والمائل، وما نشر هو الأكثر اعتدالا. لقد صار مجلس الشورى دار للعجزة، يحال إليه كل من أريد له أن يأخذ راتبا ولا يؤدي عملا. هذا في وقت بدأ فيه أفراد الشعب يفهمون ويقدرون ويقارنون بين أوضاعهم وأوضاع الآخرين، ويغرقون في هذا الحديث إلى حد السعم. يعني هذا عام كم؟ عام كم؟ هذا سنة 1959 قبل 53 سنة. يعني على كذا كأنك أبو زيد ما غزيت، يعني أنا نسخة بس ملونة. يعني ما يحدث الآن وهذه المشاعر اللي وصفها الكاتب في جريدة القصيم قبل 53 سنة هي تتكرر اليوم وبنفس الطريقة، وإن بوعي أكثر وإن ب من هو الكاتب عشان حق الأدبي بس؟ لأنه يعني نعم، من الكاتب اللي كتب قبل 53؟ عبد الكريم الجهيمان. نعم، رحمه الله الشيخ المرحوم عبد العزيز الكريم، رحمه الله. وكانت فيه كتابات على فكرة أنا ما جبتها أقصى من كذا، كتبها أيضا ناس آخرين. على أي حال نعود إلى موضوع المجلس الحالي. المجلس الحالي من عام 53 إلى اليوم وهو يعني هو تطور من حيث الأشكال، إنما من حيث أداؤه وآلياته وهل هو تشريعي أو استشاري أو دوره أو كل ما ينجم الآن، وعدم رضا المواطنين هو عدم فعالية هذا المجلس. وعدم فعالية هذا المجلس لا تعود بالدرجة الأولى كما كان، ربما إلى الأعضاء والأفراد فهم ربما يكونون، ولا كثير منهم أعرفهم أنا مؤهلين، لكن الذي يحدث أن هذا المجلس محكوم بقوانين وبالصيغ لا يمكن أن تعطيها الدور الذي ينتظر منه. ألف باء المجالس التشريعية أو المجالس البرلمانية، واللي اليوم الوقت يضغط باتجاهها، واليوم كل الشرائح الاجتماعية ابتداء من الفئات الدنيا والوسطية وحتى التجار الذين كانوا في يوم من الأيام ربما يميلون إلى الاستقرار، وإلى اليوم يطالبون بأن ينخرط البلد وينخرط المجلس كمجلس منتخب ليس فيه أي محظورات. اليوم نحن جربنا وانتخبنا ووزعنا دوائر انتخابية في قبل 88 سنة في مكة 12 دائرة انتخابية، وجرت انتخابات بسلاسة، واليوم وبعد هذه السنين يجري التبرير على أنه لا ثمة عوائق للوصول إلى مجلس مثل مجالس الشعب الأخرى في البلدان المجاورة أو على الأقل في البلدان التي لا تزال في طريق النمو أو في البلدان النهضة. ما لو أردنا أن نقول لماذا لا يؤدي المجلس دوره اليوم، ولماذا؟ لأنه ببساطة هو مجلس معين، وبالتالي هو من فيه هم ينظرون إلى من عينهم ولا يخرجون عن الإطار الذي المرسوم لهم. الانتخابات يعني جربنا احنا في المجالس البلدية وقبله في الغرف التجارية وفي كل مجال، وأثبت السعوديون أنهم ناس منضبطين ويقومون بالانتخابات. مسألة التخلف أنه يخشى، كان في السابق من 10 سنوات يخشى من وصول متطرفين دينيين أو يخشى من طابع قبلي، كل هذه الأمور إذا نظرنا إلى فقط دول الجوار كلها إذا لم تكن فيها نفس الإشكالات أو أكثر من حيث القبلية أو الطائفية أو العرقية، كل المبررات الآن التي تساق
لتبرير تقصير مجلس الشورى هي مبررات في تكمن في صلب تكوينه والآليات اللي يشتغل فيها والقوانين والتعاميم التي تقود نشاطه. نعم، أرحب بك أستاذ ندى. يعني لماذا تكثر الانتقادات حول أعمال مجلس الشورى برأيك؟ هل ترين أن المجلس لم يقوم بدوره المطلوب حتى الآن، حتى يعني مع دخول المرأة لهذا المجلس؟ طبعا راح تكون في الدورة الجاية. أين الاختلاف؟ هل نحن يعني نحمل مجلس الشورى أكثر مما يحتمل، خصوصا أنه في تجارب في بلدان فيها مجلس الشورى وفيها برلمان وكل واحد لصلاحياته؟ هل نحن نعاني من ضبابية في مجلس الشورى أو في دور مجلس الشورى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، هناك ضبابية، نحن بنحمله أكثر مما هو دوره. يعني مجلس الشورى في رأيي أنه لابد أن يكون من أعضاء منتخبين من قبل الناس العامة، أنا هذا رأيي الشخصي. يعني فلما أنا أطالب مجلس الشورى أنه يكون صوت لي في المجلس، فلابد أن أنا أكون منتخبة هذا الشخص، أنا أعرفه مين هو دوره إيش. أنا أعتقد هذا أهم شيء بالنسبة لمجلس الشورى، إذا حنشبهه بالبرلمانات الموجودة في الدول الأخرى. نعم. طيب المجالس البلدية يعني لا تزال يعني تثير الجدل حتى الآن، وأرى الكثير من المواطنين تؤكد أن أعضاء هذه المجالس يعني يستلمون رواتب ومكافآت من دون إنجاز ملموس. وهناك رأي يقول أن لا يوجد هناك أي بيئة حاضنة أو تهيئهم لأداء عملهم. يعني تعليق فعلا، دور المجلس البلدي هو اللي احنا فاهمينه عامة أنه هو لجنة مراقبة على الأمانة، فما بيقوم بدوره، يعني بدليل الكارثة الأولى والثانية. والله يعني دوره مو واضح تماما للمواطن ايش دور المجلس البلدي. نعم. طيب راح نروح فاصل قصير ونعود لاكمال حلقتنا لهذه الليله. اهلا وسهلا بكم من جديد. لدينا نتحدث عن المجالس والهيئات وانطباعات الناس عنها، لماذا الغضب عليها. طبعا يعني ما تكلمنا، أخذنا كل يعني مثل المجالس الأحياء، مجلس الشورى كلها لميناها الليلة ونتكلم عنها، لأنه نتكلم عنها دائما وما في تطور كبير الحقيقة للأسف. يسرني أن أستضيف من استديوهاتنا في الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ حمد البهلي، مرحبا بك من جديد، وأيضا من استديوهاتنا في جدة الخبيرة في الأعمال التطوعية والخيرية الأستاذة ندى حماد. أستاذ حمد، صراحة ترى المقالة المرحوم عبد الكريم الجهمان اللي انت ذكرتها في البداية اللي عام 59 والناس عنده نفس الشيء، يعني قاعدة تثير ردة فعل مهمة جدا عند الناس. ودي أسألك الحقيقة، الناس تشوف أن مجلس الشورى لم ينجح يعني في استجواب الوزراء خلال مناقشة التقارير السنوية، ويعتقدون المجلس أخفق في أبرز مهمة له في هذا الشأن، هل توافق أم تختلف؟ وبعدين يبدو أن احنا يعني حساسين، أو الناس اللي معينين أو المسؤولين عندهم يعني يحبون بعضهم بالزيادة، أو أنهم حساسين مشاعرهم رقيقة، ما أعرف. يعني مثلا كلمة استجواب هذه يعني ما يبغون يقولونها أساسا، دائما يقولون أنه نقاش مدري، فهذا يعني يعطي أيضا مؤشر آخر. تتفق مع ما يرونه الناس بأنه فشل في أهم مهمة فعلا؟ أستاذ حمد، سمعت سؤالي؟ أستاذ حمد تسمعني؟ طيب يعني حلوا للمشكلة يا شباب، الله يرضى عليكم.
وهذا اللي حسويه يعني بدون ما تقولوا لي. أستاذة ندى أهلا وسهلا بك من جديد. تتوقعين لما المرأة تكون مجلس الشورى أن تقدم جديد راح تضيف شيء أم أنه كأنك يا أبو زيد ما غزيت؟ سؤال صعب. سمعت سؤالي؟ أعتقد أنه ممكن تضيف. أي سمعت السؤال؟ أي تفضلي. أعتقد أنها ممكن تضيف شيء. بطبيعة المرأة ما عندها لف والدوران في حاجات كثير، فممكن أنها توصل صوت الشعب أسرع. اتهيألي. تتوقعين المشكلة بس الشورى لف والدوران ولا النظام نفسه في مشكلة؟ والله هو أعتقد النظام، لأنه طالما أنه هم ما هم أعضاء منتخبين من قبل المواطنين، فأعتقد هو طريقة التفعيل النقاشات بينهم وبين بعض ما بيرفع القضايا ذات أهمية أكثر تفيد المواطن. نعم. أستاذ حمد تسمعني الآن؟ ما أسمع. لا ما أسمع. نعم. لا كنت أسألك أقول أنه الأهم أهم مهمة المجلس الشورى، يعني الشعب شايف أنه فشل فيها المجلس، واللي هي استجواب الوزراء يعني خلال مناقشة التقارير السنوية. يعني الوزير يدخل وعارف أنه الأسئلة يعني راح تكون لطيفة، وبالتالي يخرج يعني أنه ما عنده مشكلة، بينما الناس تعاني يعني الدور الحقيقي للمجلس غايب جدا، يعني حتى أسئلة الشعب لا يسألها. هل هذا يعني هل هذا أيضا النظام هو يتسبب في عدم أنه أعضاء مجلس الشورى يسألون الوزير بالطريقة الواضحة والمناسبة اللي فيها احترام العقل المواطن أم لا؟ يا أستاذ حمد ما أسمع صوت. أنا أعتذر لك جدا، يعني نحاول نحل هذه المشكلة. تدرون عاد يا شباب إذا هذا أعطوني الأستاذ حمد فونه. اللي أشكر كل الناس اللي يغردون، وفي نفس الوقت أعطوني الفون الثاني. طيب أعود لك أستاذة ندى، اليوم تحدثت أنت على المرأة خلال تجربتك أنت في الأعمال التطوعية، كيف تفاعل أيضا القطاعات الأخرى، يعني قطاعات الدولة في هذا الجانب، هل هي يعني فعالة أم أن القطاع الخاص يتفاعل أكثر من ناحية العمل التطوعي تقصد؟ نعم. وهل مجالس الأحياء والشورى دور في هذا الموضوع أم لا؟ والله سمعنا أنه مجالس الأحياء لهم دور، بس ما شفناه على أرض الواقع. بس إنما من الناحية التطوعية السيدات مبادرات دائما، ومو تحيز للسيدات، بس إحنا مرت علينا كارثتين وكنا نحن كسيدات أول ناس نزلنا الميدان، بدليل تجمعنا كسيدات ما استنينا يعني حتى إنه يجينا إذن، أو ما قدرنا. صعب ان انت تشوف ناس بتموت وناس غرقانه وانت تستنى يجيك الاذن، فبادرنا بالعمل لحد لما جاء الاذن. نعم. شكرا الحقيقه لضيوفي الاعزاء، اعتذر عن الخطا الفني، شكرا للكاتب الصحفي الاستاذ حمد الباهلي، شكرا للخبيره في الاعمال التطوعيه والشؤون الخيريه الاستاذه ندى حماد. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اثنين وثلاثون إعلامي يجوبون مناطق نجران وجازان وفرسان انتهاء بمنطقة مكة المكرمة، أعلمتني قافلة الإعلام السياحي. اختتمت قافلة الإعلام السياحي الخليجي، اختتمت طبعا جولتها أخيرا في جدة بعد أن جمعت 32 إعلامي حضروا مختلف وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، وزاروا عدة مناطق مميزة في السعودية وتحديدا في منطقة نجران وجازان وجزيرة فرسان، انتهاء بمنطقة مكة المكرمة. صبري باجسير رافق القافلة السياحية لقرابة أسبوعين، ويتم أيضا التحضير حاليا لسلسلة من التقارير عن الأماكن الأثرية والسياحية التي زاروا التي يعني جالوا فيها هذه طبعا القافلة،
نشوف هذا التقرير ثم نعود. حطت قافلة الإعلام السياحي رحالها أخيرا في مدينة جدة لتكون مسك الختام ونقطة العودة لأكثر من 30 إعلامي إلى بلادهم بعد أن قدموا من مختلف دول الخليج وانضموا للقافلة السياحية 14 والتي جالت في عدة مناطق أثرية وتاريخية بين منطقة نجران وجازان مرورا بجبال فيفا وأرخبيل جزيرة فرسان ومنطقة مكة المكرمة. الرحلة التي شاركت فيها روتانا خليجية من خلال فريقها الذي انضم للعام الثالث على التوالي كانت تهدف إلى دفع عجلة التنمية السياحية ونقل صورة أكثر وضوحا عن مناطق المملكة التي لا يعرفها الكثير من الناس. صراحة المواقع اللي عم نزورها غريبة ما بنحس أنها موجودة بالمملكة العربية السعودية، من هيك بنصح إنه الكل اللي عندهم فرصة إنه يزوروا هالمواقع اللي راح نفرجيهم إياها من خلال الروبورتاجات يزوروها لأنه غريبة من نوعها ما بيشعروا إنها موجودة. الأماكن شديدة الروعة، شديدة الجمال. لم أكن أعلم أنه ممكن أن يصعد إلى سقف العالم في المملكة، أن المملكة تصعد إلى سقف العالم في جازان. السعودية شعبية في استقبال أعداد كبيرة من الناس لمناسبة تبطل بيوتها، أيضا القواعد الأثرية والأماكن السياحية والمزارات السياحية متوفرة. يعني شفنا أمور استغربنا المملكة طبعا عليها من جبال من آثار من أمور تعود إلى آلاف السنين السابق ما كنا نعرفها. الرحلة السياحية التي تأتي تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار حوت برنامجا غنيا بالمواقع التي أثارت دهشة الإعلاميين بدءا من سد نجران إلى آبار حما التاريخية والأخدود ثم إلى جازان المدينة والأودية وفرسان الجزيرة مرورا بالمتاحف والقرى التي حوت جزءا هاما من التاريخ. طلعنا على معالم سياحية رائعة جدا تحتاج إلى عناية في المملكة لتنهض بمنطقة سياحية جميلة، عدة مناطق سياحية تزخر بها المملكة. للأمانة التنظيم كان جدا ممتاز، التواصل شعب جدا كريم، شعب مضياف. التجارب العالمية كلها وخاصة في الوطن العربي أثبتت أن أول خطوات النجاح والوصول إلى القمة السياحية هي الكادر البشري، يعني تدريبه واحترافه ومنهجته وإعداد دورات متخصصة. أنا أتوقع أنه في بعض المناطق نحتاج إلى وقت لتوفير يعني توفير بيئة أفضل لقدوم السياح، بيئة أفضل لبقاء السياح، أيضا أنشطة ممارسة الأنشطة بسهولة. يعني نجران جازان، أتكلم عن جازان أنه أنا واحد من اللي ما يعرف كثير من المواقع اللي زرتها. الأماكن السياحية تحتاج يعني تسليط ضوء كبير خصوصا بالنسبة لنا إحنا كأشخاص نتعامل بالصورة والصوت. خرجنا من القافلة بحصيلة وافرة من ثالوث المتعة والجمال والفائدة وحملنا في طريق العودة رسما لأحلامنا التي تستشرف مستقبل هذه المواقع الأثرية الهامة والتي بدأت منذ سنوات تحظى باهتمام الهيئة العامة للسياحة أملا في أن تصبح يوما ملاذا للباحثين عن خيارات سياحية جديدة. لبرنامج ياهلا، صبري باجسير، القافلة السياحية. الحديث عن هذا الموضوع معنا في على الهاتف المشرف على قافلة إعلام السياحي بالهيئة العامة للسياحة الأستاذ محمد الرشيد، أهلا وسهلا بك. يعني اليوم لما أنتم تستضيفون إعلاميين حتى يعني يعطون الناس صورة عن أشياء يكون ما يتوقعونها في المملكة العربية السعودية، بس تتوقع أنه هذول الإعلاميين إذا وصلوا الفكرة وأحد كان يبغى يزور السعودية أنه حياة الناس سهلة؟ موضوع الفيز الآن إيش التطورات عليه؟ هناك حديث بأنه أصبح من الصعب عليك أن تأتي للمملكة العربية السعودية وتجول سياحية. أول حقيقة شكرا للسدالي وشكرا لقناة روتانا خليجية التي ساهمت وشاركت معنا في هذه القافلة، ويعني كان فريق مميز الحقيقة في هذه القافلة التي ضمت 32 إعلامي. بلا شك الهيئة العامة للسياحة والآثار تهدف في المقام الأول للسائح، فهو السائح السعودي في المقام الأول، وتهدف في المقام الثاني للسائح الخليجي. الحقيقة يمكن تلاحظ أنه مجموعة من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلام الخليجية شاركت معنا في هذه القافلة
هو الحقيقة تسويق المملكة من خلال وسائل الإعلام المشاركة بتعريفها بنماذج من البيئات المختلفة في مناطق المملكة، خاصة في جازان وفي نجران. التنوع الحقيقي المناخي الموجود في هذه المناطق، التنوع الطبوغرافي، أيضا الإنسان بمودته وكرمه واستضافته وترحيبه بالزائر الحقيقة، كل هذه المقومات الحقيقة سوف تسهم في الجذب السياحي لهذه المواقع. بلا شك أنه الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وشركائها في التنمية السياحية سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، تسعى إلى ترويج السياحة سواء للمواطن والمقيم داخل المملكة أو حتى في خارج المملكة وخاصة في دول مجلس التعاون. إيه بس الفيز الآن سهلة ولا لا؟ بلا شك، والحقيقة كانت في فترة من الفترات مفتوحة للسواح والزوار من خارج المملكة، وكانت تأتي وفود من بعض المواقع القريبة سواء من خلال مصر أو حتى بعض الدول الأوروبية والأمريكية، ولكن لتنظيمها بشكل أفضل ومع الجهات المعنية تم إيقاف هذه التأشيرات حتى يتم يعني تطويرها بشكل أفضل. ويعني أكيد الهيئة الحقيقية حريصة على أنه يكون التنوع من خلال وصول وفود سياحية سواء من داخل أو خارج المملكة. والله يا محمد ما أقول الله يعينك ويعينكم، والله يعين الأمير سلطان بن سلمان، لأنه يعني أنتم تشتغلون في بيئة صعبة يعني الله أعلم بحالها. وطبعا أنتم ما تقدروا، أنا بتكلم عنكم لا تكلمون، لكن ايش اقول لك، عموما خلنا في القافله بس احسن عشان يعني افضل. اعتقد انك ودك تتكلم على القافله اكثر. اليوم انتم تكررون نفس اسماء الاعلاميين ام انكم تغيرون الاماكن؟ يعني نفس الاماكن انتم هذه اكثر من مره انتم تستضيفون نفس الجوله ولا تغيرون فيها؟ هو الحقيقه انه الهيئه العامه للسياحه والاثار وضعت خطه الحقيقه بالشراكه مع مجالس التنميه السياحيه في مناطق المملكه و فروع الهيئة في المناطق لإدراج مناطق المملكة ضمن مشروع قافلة الإعلام السياحي. نحن أنهينا زيارة الإعلام المحلي بقنواته ووسائله لزيارة مناطق المملكة كافة، بدأنا في توجيه المقام أو توجيه الرسالة إلى الإعلام الخليجي من خلال زيارات لهذه المواقع. العام الماضي كانت المواقع اللي زارتها القافلة مختلفة عن هذا العام. العام الماضي كانت الرياض والأحساء والدمام والقصيم وحائل، السنة هذه تلاحظ أنه أخذنا مسار آخر وهو الوجهة الجنوبية. كما ذكرت في أول الحديث أنه التنوع المناخي الحقيقة إحنا حاولنا أنه في نهاية الفصل الشتاء الحقيقة أنه مناطق المملكة تنوع بتنوع مناخي كما هو مختلف الآن بين نجران وجازان في تنوع في المناخ، وأنه هذا الحقيقة يغري بعض السياح للاستمتاع بأجواء ربيعية كما هو موجود في جازان وكذلك الأجواء الصحراوية وشتوية كما هو في نجران. لدينا خطة الحقيقة نغطي كل مناطق المملكة بالإعلام الخليجي وحتى يتعرفون على المواقع السياحية والأثرية والتاريخية والتنوع كما ذكرت المناخي والبيئي في هذه المناطق. شكرا للمشرف على قافلة إعلام السياحي بالهيئة العامة للسياحة الأستاذ محمد الرشيد على المشاركة. نروح إلى الإمارات العربية المتحدة، إذ تم اليوم افتتاح الدورة 12 مؤتمر معرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر دبي ديرما بمشاركة أكثر من 88 طبيب متخصص في 55 دولة في العالم. يناقش المؤتمر الأمراض الجلدية والبشرة وآخر اكتشافات العلمية لمعالجة أمراض الجلد المنتشرة وعمليات التجميل. نتابع أجواء افتتاح هذا المعرض في هذا التقرير. صار هو النواة الأساسية لبقية المؤتمرات، هو أصلا أهم معرض الخليج العربي اليوم. Very interesting، يعني شيء كتير بشوق لأنه كل سنة بتشوف إشياء جديدة وماركات جديدة عم تنزل. في دورته 12 وبمشاركة أكثر من 5000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم، انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر دبي ديرما 2012، الذي أصبح من أهم المؤتمرات المتخصصة في صحة الجلد. دبي ديرما هذا يعتبر رقم 13 من السنوات اللي احنا نقدمها، كل سنة نقدم دبي ديرما. بدينا كمؤتمر يعني تقدر تقول عنه محلي، وبعدين صار إقليمي، وبعدين صار دولي، وحين صار ما شاء الله عليه عالمي ككل. 10 دقائق ترجع من عمرك 10 سنوات. هنا هذه الأمور سهلة ومن غير مضاعفات، ممكن الإنسان يروح ثاني يوم إلى عمله من غير ما يلاحظ الآخرين إنه سوى عملية أو شيء، بس شافوا لاحظوا إنه تغير شكله.
يعتبر ديرما وجهة رئيسية لأطباء الأمراض الجلدية على مستوى الشرق الأوسط ومنصة هامة لكبرى الشركات العالمية لعرض آخر ما تم التوصل إليه في مجال الأجهزة والتقنيات الحديثة المتعلقة بتشخيص وعلاج الأمراض الجلدية. مثل ما انك شايف هالسنة عاملين مثل نوع من آيلاند مع الأجهزة والرسترين هيدي الميلة، وعاملين الثاني مين هو للبرودكتس كل شيء للميزوثيرابي والفيتامينز للوجه مع الاس بي ار كرمال كل شيء لدرماسوتيكال برودكتس، يعني في شيء للدرماتولوجيست تيوصفون كرمال التشوهات الجلد او اي شيء. وعاملين اكيد اليوم مثل ما انك شايف احدث اجهزه اللي هي موجوده كرمال ازاله الشعر بلا وجع اللي هي الايموتيف اللي هو الجهاز اللي موجود على ثاني ميل، وعندك الإيميتريكس اليوم طوروها كمان كرمال زادوا عليها أبليكيتر ثاني كرمال شد الوجه وهي بتشيل ستريتش ماركس والتصبغات على الوجه. دور مشاركتنا اليوم اللي هو برودكت الميزوثيرابي كل شيء فيتامينات حقن للوجه، ومنها بنعملها بديفرنت تكنيكس يعني بطرقات مختلفة اللي هي منها الرولر ومنها الخلطات معينة بنعملهم لتجديد الخلايا وتجديد الكولاجين أو لهر الشعر ولتدويب الشحم اللوكل اللي بالجسم المحلي. نازل عندنا برودكت اسمه سكين ايز من ايطالي. هذا البرودكت هو عباره عن علاج فعال جدا للبيجمنتيشن واثر الحبوب الشباب. في عندنا برودكت ثاني هو عباره عن وايبس بيجي. هاي المحل عباره عن وايبس اللي بتمسح فيها السيده وجهها، فبتحصل خلال دقيقتين على نضاره واضحه على وشها، فيتامين تالق شاينينج بنسميه احنا، لمده 3 أو 4 أيام. بات مؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر تجمعاً مميزاً لأطباء التجميل والمتخصصين العاملين لما يقدمه من فرص لاكتساب الخبرات الخارجية والتعرف على ما يحصل في هذا المجال في العالم. التجميل عامة صار مست بالحياة، أكثر من 200 مليون دولار صرفت بس على البوتوكس. لبرنامج ياهلا أحمد الحلو. شكرا أحمد. معنا في الاستوديو خبيرة التجميل زينب بواب لمناقشة هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك. أهلين فيك. اشتقنا لك. نحن بالأكثر. كيف تقييمك للمعرض؟ والله يعني أنا بعد ما جيت من أمريكا ومعارض أمريكا مش إنه انصدمت، يعني إنه المعرض كتر خير الله، يعني أنا في دبي عم نعمل المعرض ونستقطب بعد الهيدا، بس أنا شخصيا وبعد خبرتي والمعارض اللي عم بشوفها برا حسيته فقير. يعني برمت المعرض كله مثلا بدي اشوف آلة تنحيف جديدة مثلا، عم بيكرروا نفسهم، المكانات عم تكرر نفسها، بدي اشوف اشياء، يعني شو هالتطور اللي عم بيصير اللي عم شوفهم بمعارض برا، معارض امريكا او هلا طالع معارض موناكو، في اشياء عم بيجيبوها جديدة للحياة اللي الإنسان بده إياها. يعني اليوم المكانات علي مثلا لنقول مكانات الليزر، مليون مكانة ليزر، مزبوط لفتت لي نظري مكانة ليزر طالعة جديدة بتشيل الشعر حوالي 10 دقائق، سريعة جدا وما فيها ألم، هيدي لفتت لي نظري. شيء تاني ما لفت لي نظري إلا أشياء بالنسبة أنا شو بتعاني المرأة بحياتها اليومية لفتوا لي نظري، مثلا عند ليون كوزمو هيدا بيو كلينزر اسمه، بتحطوا المرأة وبحطوا الرجل على وجهه، شو بيعمل؟ دخله كولاجين، دخله فيتامين اي، فيتامين سي، كل شيء مواد طبيعية، قشر البرتقال، الليمون، بيبيض الوجه بنفس الوقت وبيعطي نضارة قوي 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 للمرأة. المرأة كل شيء عندها تعمل أن تمسح وجهها فيه، وهالمواد كلها بتتسرب على الوجه وبيشد الوجه مثل كأنه عامل ليزر. بصراحة أنا استخدمته استعملته جربته قبل ما أحكي عنه وحبيته كتير، لأنه أي شخص كرجل كمرأة فيها تستخدمه. طبعا تستخدمه قبل المكياج ولا بعد؟ قبل المكياج أو بلا حتى مكياج، لأنه تستخدمه أول ما تصحى من النومها أو هي طالعة مكان؟
أول ما تصحى من النوم مثلا المرأة اللي كانت برا في دوامة وبعدين بدها تروح تقابل أصحابها فيها دغري تحطه على وجهها بيعطيها بيشيل التعب من وجهها وبيبينها كأنه مبسوطة ووجهها مرتاح. اللي لفت لنظري كتير أنه لما بيروحوا النسوين أو بيروحوا الرجال بيعملوا بوتوكس أو بيعملوا أي نوع فيلر بيعلم أزرق محل الإبرة أمرار بيكون الطبيب أو الأخصائي ضرب الشريان يعني بطريقة أنه عمل بروزز من قله. فالمرأة بتصير عطلينة هام أنه إذا راحت على البيت جوزة بدي قلها شو عاملة بتصير بدها تخبي بالمكياج وما بيتخبى أو عنده عرس هو حيكتشف يعني هو حينزل عليها جمال رباني يعني فعند ليون كوزمو لقينا حل أنه هيدا الكريم بتحطه على وجهه خلال يوم بالزيت كله بيروح داخله مادة فيها كان بجسم الإنسان المرأة الحامل موجودة فبتلاقيها دغري تفاعلت مع منطقة الزراء والزراء راح من تاني يوم. يعني هيدي أنا بعتبر أعجوبة المؤتمر اليوم اللي كانت موجودة. هذا أحسن شيء هذا أي هيدا لفت لي نظري. ليش؟ لأنه هيدي الأشياء اللي كل يوم نحن بدنا نستخدمها. طيب وهذا الصغير ده؟ هيدا الصغير بالنسبة للتصبغات اليوم هيدي مادة للتصبغات تحت البطن، التصبغات السوداء، البقع السوداء. لأنه علي أنا عايشة مع المرأة العربية يعني كل يوم بعرف مشاكلهم، مشاكلهم التصبغات. فهيدا هون بيستعمل مع الرولر، ببقى بحلقات الأدمة أكيد بحكي عنه تفصيلياً أكتر. وجلسة جلستين المنطقة اللي عملنا عليها التصبغات هيدا بتفتح بتصير بيضة. فهولي ثلاث مشاكل أنا حسيت أنه بالنسبة لإلي عم بحل مشكلة من مشاكل المرأة اللي بتعانيها يعني بالحياة العادية. لسه السيدات يجونك العيادة أكثر ولا الرجال بدوا ينافسونها؟ والله أنا شايفة صرنا نص بالنص. طيب أنت رايحة أيضا المعرض موناكو، إيش تتوقعين أنه يضيف جديد؟ معرض موناكو اللي هي الشركات الأمريكية اليوم الطليان بعد ما عم شوف عم بيقتحموا الماركت التجميلي. يعني المعارض ما بس بتفرجيني شو في تقنيات جديدة، اختلاط مع الأطباء الطليان اللي اليوم رايجين بعالم التجميل، يعني هن يعتبروا اليوم نمبر وان طليان الأمريكان. يعني احتكاكي معهم، تبادل الآراء معهم، وشوف شو عم بيعطوا اشياء جديدة لأقدر أنا زيد من خبرتي وأعطي أهلنا في دبي. نعم قبل نختم أود أسألك عن هذا الجهاز اللي أنت قلتي 10 دقائق، هو برضو ليزر أو هو ليزر؟ ليزر. ليش التركيز على الليزر في هذه العمليات دائما؟ الليزر اليوم لأنه بالنسبة لإزالة الشعر يعني كيف بده الوحدة تزيل الشعر، بس المشكلة إنه اليوم الليزر تشعب، يعني صار في عدة أشياء بنستخدمها بالليزر. بس الليزر اليوم أنا اللي عم بحكي لإزالة الشعر اللي لفت لي نظري إنه ما بتوجع، الليزر بيوجع لما بيشيل الشعر، الليزر بتوجع المرأة بدها تحط بنج وبتمرق بعدة يعني مراحل. فهيدي المكنة سريعة جدا بتمرق على الجسم، يعني كل جسمك بتنعمل 10 دقائق وما أبدا 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 ما في وجع وما بدها تحط بنج. فهيدي من أهم الأشياء اللي نزلت في السوق اليوم. نعم أنا أشكرك. أنت قبل هذا كنت تقولي لي قبل الهوى أنك تبغين تشكرين أهل جدة والرياض. بدي أشكر شكر خاص أهل جدة والرياض وعمان والشرقية، أظن منطقة الشرقية الدمام الشرقية وقطر، على الإيميلات علي اللي عم يبعثوا لي إياها والكريديبيليتي يعني، وحبهم لإلي وللبرنامج، وبوعدهم أنه دايما دايما حجب لهم أشياء جديدة ومصداقيتهم يعني عندهم كتير مصداقية لإلي كمان بتشكرهم عليها. نعم شكرا لك حبيبة التجميل علي. زينب بواب راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد، نتابع جولتنا اليومية على بعض الأخبار العالمية في هذا التقرير.
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وحرمه سمو الأميرة أميرة طويل نائبة الرئيس سعادة البروفيسور أكمل الدين أحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وحرمه. وفي مطلع اللقاء تطرق البروفيسور أوغلي إلى تبرعات الأمير الوليد السابقة ودعمه للمنظمة لغزة في عام 2008 ولضحايا المجاعة في الصومال في عام 2011، حيث قامت منظمة التعاون الإسلامي بتولي تبرعات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في الصومال. بالإضافة قام الأمير الوليد بن طلال والبروفيسور أوغلي بتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية ومنظمة التعاون الإسلامي OIC. هذا وأكد سمو الأمير على استمرار دعمه الإنساني من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. عاد المخرج السينمائي الأمريكي جيمس كاميرون من أول رحلة يقوم بها إنسان بمفرده إلى أعمق نقطة في المحيط ليقول أنه لم يكتشف إشكالاً للحياة يمكن أن يستلهم منها كائنات جديدة لفيلمه القادم، لكن ما أذهله في هذه التجربة هو العزلة التامة. وقال المخرج الحائز على جائزة الأوسكار ومستكشف البحار إن رحلته التي حقق خلالها رقماً قياسياً وغاص فيها إلى قاع المحيط على عمق 11 كيلومتراً تحت سطح الماء في المنطقة الغربية من المحيط الهادي لم تتوج فقط استعدادات قاسية استمرت 7 سنوات، لكنها كانت أيضا ذروة حلم العمر. ووصف الموقع بسهل منبسط نائن محروم من ضوء الشمس ومن أي حرارة أو دفء، تعاظم فيه الضغط لدرجة أنه كبس مركبته البحرية بضع بوصات. فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. نختم حلقتنا مع سوالفنا الفنية، وفيها فلة الجزائرية تعلن عن جديدها بين الأغاني والحفلات. العطور أيضا وأيمن الزبيب يلجأ للفيسبوك لتصوير أغنيته الجديدة. التفاصيل في هذا التقرير. عقدت الفنانة فلة مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة اللبناني في بيروت بحضور عدد من أهل الصحافة والإعلام، خاصة بعد الانتهاء من تصوير أغنية ضيعتني للكاتبة السعودية سارة الهاجري على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة ماي إلياس. هي أغنية تحكي عن قضايا المرأة، دائما في إطار قضايا المرأة، هذه اللي تستوعب الساحة العربية، وبما تعدي في ثورات الربيع فما فينا نغني كتير إلا في قضايانا العربية، وهذه عن قضية المرأة ومعاناة المرأة مع الشريك أو الآخر. مش هشتاق لك وانا ديلك ولا حبعت لك وانا جيلك. من ناحية أخرى اختار مهرجان الأغنية العربية في المغرب في دورته 14 الفنانة فلة لتكريمها. تكريم عبر نقابة الفنانين الحرة في المغرب إن شاء الله، مهرجان يعني كنا عضو في النقابة معهم كذلك، فبوجه تحية كتير كبيرة لمسيو مصطفى بغدادي وسي محمود الإدريسي ولله فريدة سعيد أخت سميرة سعيد اللي بحبها كتير، وراح نكون في المغرب. بعد المغرب راح نكون نحضر يعني حكون في مهرجان كارتاج إن شاء الله 2012. وبعد أن قررت العديد من الفنانات أن تطرح عطرا خاصا يحمل اسمهن، ها هي الفنانة فلة تستعد لخوض تجربة جديدة في العطور. مشروع بارفان جديد إن شاء الله، الناس بتحب ريحة الفل، وقررنا أنه يكون سلسلة عطور لفل إن شاء الله. رول كاميرا and action. با
بعد أن طرح على جمهوره على موقع الفيسبوك حرية اختيار الأغنية التي يرغبون بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قرر الفنان أيمن زبيب تصوير أغنية بحبك والله، والتي كانت قد حققت نجاحا واسعا وما زالت تحتل مراتب متقدمة على أثير الإذاعات اللبنانية. أنا سعيد جدا أني عم صور أغنية بحبها كتير، مش لأن أنا بغنيها، ما كان لي قلب ما صورها، مع أني أنا مقصر جدا من حيث الكليبات، بس شركة روتانا أصرت أنه مع أنه غنية عمرها سنتين، بس إذا سمعتها كأنا جديدة، لأنه فعلا غنية رائعة من حيث الكلام واللحن والتوزيع. بحبك والله بس إن شاء الله قلبك عني ما يتخلى. عم نشتغل مع أيمن على فكرة شوي سبور، تلج، باند، ميوزيك، ميكس بين الميوزيك والسبورس، وبذات الوقت كلاسيك مومنت بمطعم ببيت. عم نشتغل على ديفرنت لوكس، بس عم نضلنا بنطاق التلج لانه هلا موسم تلج، بس عم نعمل شيء شوي كرييتيف بالتلج. اكثر من حبك ما بدي، واغلى من عيونك ما عندي. ليتا مخرجي نشيطة كتير وفريش وبتعطي من قلبها، وكأني بعرفها من زمان. الأخذ والعطاء، تعاطي قبل ما التصوير، هذا الشيء بيساعد. ومثل أنا أول مرة بحس حالي أني هيك كتير مرتاح، وإن شاء الله يا رب تكون نتيجة إيجابية. اللي حبيته كتير بأيمن الثقة اللي عطاني إياها، عطاني عن جد ثقة. يعني حكينا ستوري بورد، قال لي وثقت فيك من أول جلسة يعني قعدنا أنا وياه. وأكتر شيء عجبه لأيمن الباند على التلج، كان عباله يصور شيء مع باند وأنا ما كنت عارفة الموضوع، فلما طرحت عليه الستوري بورد كتير ناسبت مع أفكاره. ننتقل الآن إلى جديد المسلسلات، حيث بدأ المخرج السوري تامر إسحاق بتصوير مسلسل يحمل اسم الأميمي بمشاركة نخبة من وجوه الدراما السورية. العمل يصور في حارات دمشق القديمة، ويتناول الأحداث الاجتماعية والسياسية لدمشق في القرن 19. الأميمي من الأميم، دائما بحمام السوق في عندك اللي بيقولوا الجواني والبراني. الجواني محل ما بصير الحمام، والبراني وقت العالم بتطلع بتستريح أو المحل ما بتفوت، والأميم، الأميم اللي هو المكان اللي بتسكن فيه المي. والرجل المسؤول عن هذا الأميم هو الأميمي نسبة للمكان. فهذا الأميمي هو البطل العمل، من جانب انه نحن نفوت على شيء جديد بمجال البيئة الشامية. وهذا الشيء الجديد انا بقول عنه هون، يلي هو عمل تاريخي شامي. العمل أنا عم اشتغل فيه شخصية الكيخي، شخصية السلطة، شخصية النظام، شخصية القوية من خلال السلطة ومن خلال ثبوت السلطة على الأرض. حقيقة أنا هون يعني مشاركة بسيطة، يعني دوري كتير صغير، شيء 25-30 مشهد يعني. هو اسمي فوزي، عارف شلون؟ كندرجي. هو طبعا بهذا الزمن اللي عم يشتغلوا فيه 1940 على ما اعتقد. الحقيقه دوري بهذا المسلسل انا بكون بالحكم دارية. نحن بنحكي بقصه الاتراك من زمان. بقى انا بشتغل بالحكم دارية، هو واحد سلال بيحاول يظبط، يعني حقلك كمدير بيظبط هذا الزلمة لحتى يحطه هو منيح، يحطه هو مدير وهذا يحطه مدير وكذا، بيسرقوا المصاري. نحن بناخذ الضرائب من الناس، مكروهين من قبل الناس. شخصية حلوة غريبة ماني مشتغلة قبل هالمرة، وحبيتها بالعمل الشامي لأنه خط جديد. ما أنا مفترض، حارة موجودة، الأشخاص غير مسميات أكيد شخص العمل، لكن بيحكوا الربط بين الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحكم اللي كان موجود بهذاك الوقت، من خلال ما بعد خروج إبراهيم باشا
اللي هو الحكم المصري وعودة العثمانيين على دمشق، فايدين عليه من خلال أحداث داخل الحارة وداخل هي البيوت ومن داخل الأميمي حتى كمان. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، ألقاكم غدا في أمان الله.